أعزائي مشاهدي قناة النهار اليوم، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم رأيك بصوتك. النهاردة هنطرح فكرة نادى بها بعض المفكرين والنخب السياسية في ظل ما تشهده البلاد من أعمال عنف وإرهاب من جانب الجماعات الإرهابية، وهي تعليق الدراسة بالجامعات، خاصة بعد الأعمال الإرهابية اللي شهدها محيط جامعة القاهرة، واللي أسفرت عن إصابة نحو 6 من رجال الشرطة، من بينهم مساعد مدير أمن الجيزة و5 آخرين من المدنيين. مطالبة البعض بتعليق الدراسة بالجامعات نابع من خوفهم من تمكن العناصر الإرهابية من الدخول إلى داخل الجامعات والسيطرة، في ظل الأعداد الكبيرة اللي بتتواجد في الجامعات المصرية يوميا. لو وقع داخل أي حرم جامعي أي من هذه الأعمال الإرهابية تاني، هتكون كارثة إنسانية غير مسبوقة في مصر. برغم مطالبة البعض بتعليق الدراسة النابع من هذا الخوف، ويمكن بالأخص من جامعة الأزهر، إلا أنه طبعا عدد كبير من الأساتذة وقيادات الجامعات والطلبة شايفين أنه العام الجامعي الحالي برغم كل شيء أقل عنفا وشغبا عن العام الماضي بكتير، وأنه الإجراءات الأمنية اللي اتخذتها الجامعات حالت دون تكرار سيناريو العام الماضي، وقدرت تحجم دور طلاب الجماعة الإرهابية في الجامعات. شاف عدد كبير من القيادات وأساتذة الجامعات أنه اتخاذ قرار مثل تعليق الدراسة في الجامعات في هذا التوقيت هو ده هدف الجماعة الإرهابية الأساسي، وهيكون مؤشر قوي جدا على عدم الاستقرار في البلاد وضعف الدولة في مواجهة الجماعة دي، خاصة هذه الجماعة طبعا نحن نعلم أنها تدير حرب البقاء من داخل الجامعات بعد فشلها في إحداث أي نوع من التأثير من خارج الجامعات. طبعا إحنا كلنا عشنا للأسف الأحداث الدامية، أحداث حادثة شهداء كرم القواديس، لكن إحنا عارفين أنه أي جماعات تكفيرية أو إرهابية حتى لو كانت خارج مصر، الحاضن الرئيسي لها هي جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الإخوان وجماعات الإرهابية دي أصبح ما قدامهاش غير كارت الجامعة، كارت اللعب داخل الحرم الجامعي. عموما قرار زي تعليق الدراسة ده هل ممكن أن يؤثر سلبا على سير العملية التعليمية والدراسية في مصر ولا لا، في ظل قيادة سياسية جديدة للبلاد تسعى لبناء الدولة من جديد؟ احنا النهاردة هنتواصل مع حضراتكم ومع أصحاب الشأن من أساتذة وطلاب وقيادات جامعية علشان نتعرف على آرائهم حول تعليق الدراسة بالجامعات. كمان هننتظر طبعا آراء حضراتكم ونتواصل معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال اتصالاتكم المباشرة بالبرنامج على أرقامنا اللي بتظهر الآن على الشاشة للإجابة على أسئلتنا النهاردة، وبنفكر حضراتكم بيها. ما رأيك في الدعوات اللي بتنادي بتعليق الدراسة بالجامعات بسبب أحداث العنف؟ هل ده يعتبر حل مناسب للأزمة أم حل مؤقت، يعني مسكن مؤقت؟ وكيف ترى أساليب المواجهة المناسبة للحد من أحداث العنف بالجامعات؟ فاصل قصير وهنرجع لحضراتكم، استنونا مع التفاصيل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وموضوعنا هو تعليق الدراسة بالجامعات، هل أنت مع هذا الرأي أم ضده ولماذا؟ وهنستقبل أول رأي معانا الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، تحياتنا لحضرتك.
تحياتي لحضرتك ولمشاهدي البرنامج الكرام. دكتور محمد كمال، حضرتك شايف انت مع الرأي اللي بيقول النادت به بعض النخب السياسية اللي بتقول نعلق الدراسة في الجامعات لتجنب عنف الجماعات الإرهابية، ولا نستمر في العملية الدراسية الجامعية؟ شايف ايه؟ هو اولا مصطلح النخبة السياسية اصبح مصطلح شديد المطاط للغاية، وأصبح يطلق على البعض ممن لا يستحقون أن يطلق عليهم النخب بالفعل. لم تعد هناك معايير لكلمة النخبة، النخبة يفترض أنهم كبار المفكرين. ومن ينادي بإغلاق الجامعات لا يستحق أن يكون من كبار المفكرين في دولة مثل مصر أو دولة بحجم مصر. يا فندم، هو رأيي يعني ممكن يكون له منظوره ورؤيته الخاصة، وخلينا يعني طبعا يعني نحن نعذر الآراء المختلفة في هذا الأمر، لأنه هذا الأمر معقد ومتشابك وشائك، ويحتمل أنه يعني نذهب في أي اتجاه ممكن أنه من وجهة النظر الأخرى يؤدي إلى الأمان، يؤدي إلى البعد عن العنف ولو لفترة مؤقتة. وحضرتك بتقول يعني مش النخب السياسية، لا، هو في بعض المفكرين طبعا، من ضمنهم أنا هذكر لحضرتك المفكر والكاتب الكبير الأستاذ يوسف زيدان، ده كان على صفحته في الفيسبوك قايل أنه هو من المفروض أنه يتم حذر أساسا من خطر ما تشهده جامعة الأزهر تحديدا من اشتباكات عنيفة ما بين الطلاب والأجهزة الأمنية لحماية وتأمين الحرم الجامعي، وطالب عبر صفحته الرسمية الفيسبوك بتعليق الدراسة في عدد من الكليات خصوصا جامعة الأزهر لمدة عامين. وأضاف: إذا لم يصدر قرار بإغلاق جامعة الأزهر وتعليق الدراسة في بعض الكليات فسوف نندم ندما فادحا. ده مثال يعني. كمثال، أرجو ألا يدلي كل شخص بدلوه في أي شيء. مشكلتنا في مصر إن كل شخص بينصب نفسه محلل رياضي، محلل سياسي، محلل ثقافي، اجتماعي، سياسي إلى آخره. دكتور يوسف زيدان ليس عامل بالجامعة، ليس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ولكن هو أساسا مواطن مصر يا فندم، وإحنا كلنا كمواطنين بنقول آرائنا أساسا. رأيك بصوتك، إحنا بنذهب للشارع وبنذهب إلى المعنيين وبنذهب إلى المواطن العادي. طيب، انا ممكن المواطن العادي باعتبار ان هو اب الابن في الجامعه او باعتبار ان هو طالب في الجامعه، انا موافق ان انا يبقى لي راي طبعا في الموضوع ده، ولازم يبقى لي راي. اما ان احد المثقفين هذا او ذاك يتكلم عن جامعه بحجم جامعه الازهر بطريقه مسيئه للغايه مثلما تحدث الدكتور يوسف زيدان، فهو امر غير مقبول بالمرء. ان يصف طلاب جامعه الازهر بانهم طلاب ارهابيين امر غير مقبول. ان يصف بعض اساتذه او كثير من اساتذه جامعه الازهر كما قال بالجهله هو امر غير مقبول. ان يطالب باغلاق الجامعات او باغلاق بعض الكليات لمده عامين هو امر غير مقبول. للاتي يا سيدتي الفاضله، لو كل مكان حصل فيه مظاهره قفلناه يبقى احنا كده بنشجع المخربين والارهابيين ان هم يخربوا في الجامعات وان هم يخربوا في كل مكان في الدوله. طيب النهارده بيخربوا في جامعه الازهر، ها في جامعه الازهر، بكره خربوا في ميدان التحرير، اقفل ميدان التحرير، بكره خربوا في وزاره الخارجيه، اقفل وزاره الخارجيه، يبقى انت كده بتشجع الارهاب، ده من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه، هل فكر اصحاب هذا الراي في انعكاس اغلاق الجامعات في مصر على رؤيه العالم الخارجي للاوضاع في مصر؟ تخيلي يا سيدتي الفاضله، لو احنا قفلنا الجامعات، العالم الخارجي هيشوف مصر ايه؟ هيشوف مصر هيشوفها غير قادره على السيطره الامنيه، مقفوله وغير قادره على حمايه مواطنيها وغير قادره على حمايه طلابها، وبالتالي غير دوله غير صالحه لا للاستثمار ولا للسياحه. يبقى مجرد انك انت بس تطرحي هذه الفكره بشكل كبير انت بتهددي الاقتصاد المصري. طيب، ولو قلنا مش كل الجامعات، لو قلنا بعض الكليات اللي بتشهد اعمال عنف وشغب واضرار بالمنشات العامه لفتره مؤقته، يبقى انت هتشجعي المخربين والطلبه المخربين مش الطلبه، انا مش هفهمني المخربين دول طلبه، لا دول مخربين. انت كده هتشجعي المخربين والارهابيين ان هم ينقلوا العنف بتاعهم بين الكليات وبين الجامعات. انت قفلت جامعه الازهر، قفلت جامعه القاهره عشان حصل فيهم شغب، طب خلاص ننقل بقى على بقيه الجامعات. يبقى انت كده بتكافئيه مش بتعاقبيه. تمام، يبقى احنا عندنا اول حاجه انعكاس قرار مثل هذا او فكره مثل هذه على رؤيه العالم الخارجي لمصر انها دوله غير مستقره اطلاقا وغير صالحه لا للاستثمار ولا للسياحه ولا لاي شيء، وبالتالي انت بتضر البلد جدا اقتصاديا. رقم اثنين،
انت بتشجعي الارهابيين ان هم ينقلوا ارهابهم لجامعات اخرى ولاماكن اخرى، ما احنا كل ما نخرف في مكان هيقتلوه. نمره ثلاثه، بتظهري الدوله في مظهر شديد الضعف وانها غير قادره على فرض ارادتها وسيطرتها على مجموعه من المخربين الارهابيين، وهذا امر غير صحيح. الدوله المصريه دوله قويه ان شاء الله، قادره على حمايه ابنائها، على حمايه منشاتها، على عقاب اي مخرب يحاول تخريب الجامعات المصريه. طيب. امر رابع، كم عدد الطلبه، كم عدد المخربين الارهابيين في الجامعات المصريه؟ جامعه بحجم جامعه القاهره فيها اكثر من 200 الف طالب او 250 الف طالب. المظاهره بتاعتهم بيشارك فيها كام؟ 500 الف. يبقى حضرتك تقتلي جامعه علشان خاطر 1000 طالب؟ تضر 200 الف طالب، او مش 200 الف طالب بمعنى اصح، تضر 200 الف اسره علشان خاطر 1000 مخرب او 500 مخرب او 100 او 200؟ الحل الاسهل ايه؟ اقبض على المخربين دول وعاقبهم بالقانون، اهم حاجه ايه؟ بالقانون. اقبض عليهم وعاقبهم بالقانون، ولا اظلم 200 الف اسره جنبهم؟ ولي الامر اللي منتظر ابنه يتخرج السنه الجايه ولا السنه دي، احرمه من ان هو يرى ثمره عمله، واحرم الابن دوت من ان هو يتخرج ويسرق مستقبله. هو اساسا حق التعليم ده من حق من حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور، يعني احنا كده يعني بنحرم الطلبه الباقين، وعددهم على فكره اللي عايزين يتعلموا حسب الاحصاءات 95%. ده النسبة اكبر كمان. انا قلت لحضرتك المخربين لا يزيد عددهم عن 500 في جامعه زي جامعه القاهره 200 الف طالب او 250 الف، عدد المخربين لا يصل في كل الاحوال ل 500 او 1000، يعني نسبه لا تصل ل 2% اقل نص في المية. يبقى انا عشان النص في المية اضر 99.5%؟ تخيلي حضرتك ان طالب تعلق مستقبله وحياته هو واسرته علشان خاطر 500 مخرب ولا 300 مخرب؟ طبعا ده امر شديد الهزل. الاولى ان انا اطهر الجامعات من كل المخربين والارهابيين الموجودين فيها. من يخرب جامعته، من يحرق الجامعه، من يسب الاساتذه، لا يستحق ان يكون طالب علم. طالب العلم لابد ان وصلت الفكره بتاعت حضرتك. انا بشكرك شكر جزيل دكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابه المستقله لاعضاء هيئات التدريس. والحقيقه اتفق مع دكتور محمد كمال الاستاذه مارجريت عازر عضو مجلس الشعب السابق، عرضت طبعا برضو هذا الراي بشده وقالت انه ده هيضر بمكانه مصر في العالم الخارجي، وما ينفعش في دوله بحجم مصر ان احنا نعلق الدراسه في الجامعات لأي سبب كان، ويجب أنه تستمر الحياة بشكل عادي. وشايفة أنه استمرار الحياة بشكلها التعليمي العادي اليومي هو دي أكبر ضربة بتكون لأي إرهابي أو إرهابية يحاول أنه يثير شغب ويحاول أنه يدمر منشآت. معانا على التليفون دكتور عبد الله سرور وكيل مؤسس نقابة علماء مصر، تحياتنا لحضرتك. أهلا وسهلا. اتفضل يا دكتور. اولا انا اتفق تماما مع الراي الذي قاله الزملاء بعدم جدوى تعليق الدراسه او ايقافها. هذا راي غير حصيف، انما الكلام المنطقي والمعقول والمقبول والضروري واللازم والوطني هو ان تستمر الدراسه في جميع الجامعات. لكن لكي تستمر الدراسه على النحو اللائق والمقبول لابد من مجموعه من الاجراءات التي لابد من توفرها. نحن في نقابة علماء مصر التي تمثل التجمع الأكبر لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، سبق أن عقدنا 3 مؤتمرات علمية وخرجنا بمجموعة من التوصيات التي تضمن أمن واستقرار الجامعات في العام الدراسي، وكنا في ذلك مبكرين ورفعنا هذه التوصيات إلى السيد وزير التعليم العالي الذي أعرض عنها ولنلتفت إليها، ولو كان قد نظر إليها لانتظمت الأمور في الجامعات على نحو أمثل. فكما قال زميلي وصديقي الدكتور محمد كمال، كان لابد من تطهير الجامعات، وتطهير الجامعات يبدأ من بدايتها إلى نهايتها. فكل القيادات التي كانت موجودة في العام الدراسي الماضي الذي اشتعلت فيه الجامعات وتعطلت فيه الدراسة وعمرت ساحات الجامعة بدلا من الكتب وأصوات العلماء، عمرت الشماريخ والمولوتوف والكتابات القذرة على الجدران. هذه القيادات التي اثبتت فشلها وارتعاشها وعجزها عن المواجهه واتخاذ القرار كان لابد من تطهير الجامعات منها. ثانيا،
هناك أعضاء في تنظيمات إرهابية معروفون بالاسم داخل الجامعات ويمارسون إلى اليوم أنشطة علنية داخل الجامعات. تم فصل عدد كبير جدا يا فندم، وده هنقوله لحضرتك وللسادة المشاهدين من خلال المعلومات التفصيلية اللي هنعرضها. لا أنا بقول لك أهو، الذين تم فصلهم عدد من الطلاب الذين قاموا بأعمال ثبت أنها أعمال مخالفة للقانون، ولكن عليك أن تعرفي جيدا أن هذا الفصل على أشكال وألوان وأنواع، فهو ليس شيئا واحدا. هناك فصل لمدة أسبوع وهناك فصل لمدة أسبوعين حسب حجم العمل. بالضبط، وبالتالي هذا الكلام لا يجدي ولا يسمع. المفروض أن تكون هناك قرارات حازمة لمن يدين في موضوعات بعينها، وهناك أعضاء هيئة التدريس وهناك موظفون وهناك عاملون، كل هؤلاء المشاركون، وبالتالي كان لابد من خطة واضحة مكتملة الأركان لعلاج الموقف. فلا يكفي أن نتحدث عن أننا أتينا بشركة أمن وهي شركة فالكون لم تصنع شيئا سوى أنها كانت تقوم أو ظلت تقوم بجزء من عمل الأمن الإداري الذي كان يقوم به، وهو تفتيش الناس على الأبواب. ليس لها دخل بما هو أمام الباب ولا بما هو خلف الباب. وعلى فكرة بالنسبة لتفتيش الناس على الأبواب، الألعاب النارية لا تظهر على البوابات الإلكترونية، واللي هم حطموها أصلا ما عادتش في بوابات إلكترونية إلا القديم، الشماريط والحاجات دي حطموها. وبالتالي الأمور كانت محتاجة إجراءات أشد حزما وأشد إخلاصا في الأداء مما يقع حاليا، لكن الحقيقة المؤكدة أننا لا نقبل تعديل الدراسة ولا إلغائها، وأننا مصرون على أن تستمر الجامعات في أداء دورها، وأننا ما نزال نطالب الإدارة الجامعية العليا الممثلة في وزير الجامعات وفي المجلس الأعلى للجامعات في أن تتخذ مجموعة من الإجراءات القوية والحازمة لوضع حد للمهازل التي تجري في الجامعات. وما يجري في الجامعات أكبر وأقوى وأقصى بكثير مما ينشر في وسائل الإعلام. تمام، أنا بشكرك شكر جزيل دكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر. دكتور عبدالله بيطالب بوضع خطة شاملة متعددة الأوجه والمحاور لمواجهة إرهاب الجماعات الإرهابية، بعض الطلاب الإرهابيين، بعض الأساتذة، وللأسف نقول بعض الأساتذة، المفروض أن هم يكونوا منارات للعلم داخل هذا الحرم الجامعي، يعني يكون الموضوع ضمن إطار خطة مختلفة المحاور، نفعل الإحكام القبضة الأمنية أكثر داخل الجامعة، ولا نقصرها على مجرد تفتيش الدخول والخروج، لأن الموضوع له أبعاد كثيرة جدا. مهم قوي أن إحنا نعرض لحضراتكم أنه تمت إضافة مادة خاصة بمواجهة إرهاب الطلاب في قانون تنظيم الجامعات، اللي أكد عليها رؤساء الجامعات، أكدوا على تطبيقها هذا العام على أي طالب يشارك في أعمال العنف والشغب في الجامعات، هي المادة 184 مكرر. المادة رقم 184 مكرر من قانون تنظيم الجامعات والخاص بمواجهة إرهاب الطلاب، بتقول رئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب، فصل نهائي، الذين يمارسون أعمالا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. ومنحت المادة رئيس الجامعة الحق في أنه يتخذ عقوبة الفصل بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع واحد على الأكثر، بيتم فيه إخطار المحال مرة واحدة، ويجوز الطعن على هذا الجزاء أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة. وبرضو منحت المادة رئيس الجامعة الحق في أنه يعني يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة، ويكون الطعن على أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع ده إذا أراد الشخص أن يقوم بالطعن على الأحكام اللي هتتخذ بصدد الإرهاب اللي بيمارسه، نظرا لتطبيق المادة 184 مكرر من مواجهة إرهاب الطلاب في قانون تنظيم الجامعات.
واتخذت إدارات الجامعات قرارات فعلا بفصل 34 طالب من جماعة الإخوان بشكل نهائي، وأوقفت 3 من أعضاء التدريس عن العمل تمهيدا لإحالتهم للتأديب على خلفية تهريب ألعاب نارية وأسلحة للحرم الجامعي. وتصدرت جامعة الزقازيق قائمة المفصولين، حيث أصدرت الجامعة قرار نهائي بفصل 14 طالب. جامعة حلوان فصل منها 5 من طلاب الإخوان، جامعة عين شمس فصل 7 من مقتحمي الحرم الجامعي مطلع الأسبوع الأول للدراسة، جامعة اسكندرية فصل 8 من المشاركين في أعمال الشغب بكلية الهندسة. والحقيقة عايزة أقول أنه اللي هيتفصل أو اللي اتفصل لن يذهب إلى أي جامعة خاصة داخل جمهورية مصر العربية، لن يذهب، يعني فصل فصل نهائي من جميع جامعات مصر. ده مهم جدا التنويه على هذا الأمر. هنطلع فاصل وهنرجع مرة تانية لحضراتكم، خليكم معانا. بنستكمل موضوع حلقتنا حول فكرة تعليق الدراسة بالجامعات، هل هي أمن وأمان للطلاب والمنشآت ولا قبلة الحياة للإرهابيين وتكريس لحالة عدم الاستقرار التي يريد إن الإرهابيين إن هم ينشروها ويعني يصدروها. معانا الدكتور حسين عويدة رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، تحياتنا لحضرتك. فندم مرحبا، اهلا وسهلا. دايما يا فندم المشهد في جامعه الازهر هو الاكثر اشتعالا والاكثر عنفا، تقول لنا ايه؟ حضرتك موافق على تعليق الدراسه ولو لمده بسيطه ولا رافض الفكره؟ اقول لحضرتك اصل القيادات الجامعيه سواء جامعه الازهر او غيره كلهم مش فاهمين القانون كويس، ونمره 2 ان هم ماشيين بسياسه ايه؟ اخطر سياسه في الدنيا ان انت تعملي سياسه ايه؟ رد الفعل. رد الفعل، استنى ما المصيبه تحصل وابدا اتصرف. انا دلوقتي قدامي قانون الارهاب وطبقته المحكمه على محمد البلتاجي، عطته 20 سنه، قالوا 10 سنين علشان عذب واحد في رابعه، وال10 سنين بمجرد انتماء للاخوان المسلمين. اذا مجرد الانتماء للاخوان المسلمين بياخد 10 سنين. رؤساء الجامعات خايفين من الاخوان وبيتصرفوا تصرف اللي هو ايه؟ تحصل الحادثه وبعدين اجري رد الفعل بتاعي. لا، انا ما طبقش القانون ليه واطهر الجامعات المصريه من اعضاء التدريس اللي هم الاخوان؟ يعني الشرقين. حضرتك بتطالب انه بمجرد يعني اثبات ان هؤلاء الاشخاص سواء اعضاء هيئه التدريس او طلاب أو طلبة ينتمون الى جماعه الاخوان كجماعه اعلن ان هي اصبحت جماعه ارهابيه، انه فورا يطبق عليهم القانون قبل ما يقوموا باي اعمال شغب؟ بالظبط، هم بيستنوا ان كل يوم يحمل اعمال شغب ويجروا مش عارف ايه. هلا فعل بالقيادات الجامعيه يقولوا ايه؟ طالعين بمنتهى العجب القيادات الجامعيه يقولوا ايه؟ يقولوا الاخوان اخوان زي بعض، هو حر، بس ايه اما يبقى يغلط اشوف. ليه تستنى اما يبقى يقتلك الاول؟ طب ما تقتله قبل ما يقتلك. مجرد ان هو بيعلن انه اخوان، يعني اصبح بيعلن انه هو تنظيم ارهابي. اذا القيادات الجامعيه هي العيب فيها، العيب في القيادات الجامعيه اللي هي مش فاهمه القانون. ازاي يستنى لغايه ما المصيبه تقع؟ هو قبلها يودي الاسماء ديت لمحكمه الجنايات. لمحكمه الجنايات، عاوز اكبر. والقانون في جامعه الازهر بالذات بيديله حق الفصل كمان في ايده، واتفرج عليه واسيبه. وده كلام لابد ان انا ابادر على طول. كل واحد ينتمي الى الاخوان الشياطين لابد ان احوله الى محكمه الجنايات فورا، والا يبقى رئيس الجامعه متضامن معاهم على طول كده.
لو احنا طبقنا هذا القانون يقول لك خليه وماله سيبه، اما يبقى هيعمل حاجات ايه هو لما يبقى يعمل حاجه؟ يعني اما يبقى يتلج ابقى هدور على ايه؟ اما يحرق معمل ويحرق عربيات ويحرق مدرعات ويضرب في الشرطه ويقع في الطرق طب وبعدين؟ طب ما انا اجفف منابع الارهاب من الجذور. يعني احنا نواجه الازمه بالقوانين الاستباقيه اللي اوريدي موجوده عندنا. بالظبط. انا استبق ان انا اقول لحضرتك هم قليلين في الجامعات المصريه، كل جامعه فيها 300 400 اخوانجي، كويس؟ انا لو خدت ال 300 400 دول انا عندي 500 طالب، 500 الف نص مليون طالب. عندي 80 كليه انا. طيب. طبعا انا لو خدت ال 300 400 دول وديتهم محكمه الجنايات بتهمه انهم اخوان شياطين، ما انا هخلص منهم واجف منابع الارهاب. لكن حته ان انا اوقف الدراسه دي معناها ان انا فشلت كاداره. اوقف الدراسه ليه؟ ما انا في ايدي ان انا اجفف منابع الارهاب، في ايدي اوقف المدينه الجامعيه، في ايدي كل الاساتذه وكل الطلاب اوديهم محكمه الجنايات. يتحكم عليهم 10 سنين زي محمد البلتالي. طيب. أنا بشكر دكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، وده كان رأيه حول قضية تعليق الدراسة في الجامعات. معنا مين تاني يا جماعة؟ في حد من الطلبة عايز يدخل معنا على الهواء؟ معنا إيهاب من الجيزة. مساء الخير إيهاب. نور. اتفضل. هو دلوقتي طبعا يعني الحلقة بتتكلم في موضوع مهم جدا، بس احنا بمجرد ان احنا نفكر، بمجرد تفكير ان احنا نعلق الدراسه عشان جماعه ارهابيه، فاحنا كده بنديهم اكبر من حجمهم. احنا المفروض يعني الامن الاداري في الجامعه يشد، يعني يشد شويه على مداخل الجامعه نفسها. يعمل ايه؟ انا حضرتك طالب دراسات عليا في جامعه القاهره. ايهاب، الامن الاداري. أيوة. يعمل ايه عفوا؟ الامن الاداري. ايوه. جوه الجامعه المفروض برضو ياخد اجراءات اكتر حتما. اه. انا حضرتك انا طالب دراسات عليا في الجامعه، جامعه القاهره تحديدا. انا بشوف ناس بتوع دعايه بيخشوا بورق وبيرموا ورق، طب ما هو اللي بيخش بالحاجات دي ممكن يدخل حاجات ثانيه. الناس دي ما بتفتش ليه؟ ثاني حاجه الناس دي معروفه جوه الجامعه. الناس الاخوان بينضم لهم عناصر من الالتراس. هم مش اخوان بس دلوقتي حضرتك، هم دلوقتي بينضموا لهم عناصر من جوه الالتراس. بيدخلوا ازاي؟ بيدخلوا ازاي؟ المفروض في طلبه من طلبه في الجامعه من الالتراس. في امن على البوابات وفعل اكتر بشركه فالكون. دلوقتي بيدخلوا لسه بيدخلوا؟ بيسال فيها الجامعه بس هم بيخشوا، وكله عارف جوه جامعه القاهره ان الناس دي بتخش. ايوه، مسؤوليه مين؟ انت شايف ايه؟ مسؤوليه الامن الاداري، الامن الاداري حافظ كل الناس دي يا فندم. حافظهم وعارفهم؟ حافظهم وعارفهم. ليه يعني بيدخلوا ازاي؟ بيدخلوا بقى في يعني بيدخلوا بقى لان هم ساكنين في المنطقه، بيبقى يعني ليها حاجات ثانيه خالص دي بقى هم يسالوا فيها. انا صراحه ما اقدرش اتدخل فيها، بس انا بشوف بعيني جوه المدرجات في الجامعه الناس دي بتخش وبتفرض سيطرتها على الجامعه اقوى من الامن الاداري. طيب. واللي بيحرك الاخوان جوه هم الالتراس. طيب. لان الاخوان هم عددهم قليل جدا في جامعه زي جامعه القاهره. اللي طيب. بيعمل المشاكل معاهم هم الالتراس، سواء الالتراس بتاع الاهلي سواء الوايت نايت بتاع الزمالك، فهم برضو مشاركين في الحاجات دي. طيب، يبقى انت هنا بتطالب باحكام القبضه الامنيه اكتر من كده، سواء طبعاً. على بوابات الدخول والخروج او داخل الجامعه نفسها. طبعا، لان حضرتك معظم الطلبه اصلا في الجامعه متضررين من الناس دي بتعمله. احنا ما نقدرش نضيع مستقبل الناس عشان شويه ناس ما يستحقش اصلا نقول عليهم طبعاً. اصلا كلمه ان هم طلبه جوه الجامعه. طبعا. انا بشكرك جدا ايهاب من الجيزه، ولازم الحق اخد في وقت مهم جدا التعليقات اللي وصلتنا وهي كتيره جدا الحقيقه على مواقع التواصل وخصوصا فيسبوك. رايك بصوتك علشان يعني الناس ما تزعلش، حاول اخد اكبر قدر على حسب ما يسمح وقتنا ان احنا ناخده. اماني بتقول لابد من دخول الشرطه الى الحرم واللي مش عاجبه يتفلق. طيب، عندك محمد بيقول الدراسه تفضل شغاله مش حل انه تتاجل، هو ده اللي هم عايزينه، اي حد يعمل شغب يتحاكم وبدون تاجيل علشان يكون عبره لغيره. الحقيقه يا محمد الراي ده كله معظم النخب ومعظم هيئات التدريس ومعظم الطلاب بيطالبوا بيه. اسراء لا طبعا مش حل خالص، يعني بتقول انه ما تتعلقش الدراسه ولا تتاجل. ماي بتقول لو علقنا الدراسه هيحسوا ان احنا خايفين، لكن لازم يحسوا ان احنا بنتمنى النصر او الشهاده، المهم نتعلم ازاي نحب ونخاف على بعض، نبطل نختلف
ونتفق على عدونا. طبعا ده كلام مهم ورب يتحقق. يعني زهرة الصبار بتقول لازم اجراءات حاسمه للطلاب المشاغبين. سعديه سعيد بتقول طبعا الدراسه تستمر، اللي يعمل اي مشكله يحاسب اداريا من الجامعه وامنيا اذا ترتب على عمله اي ايذاء للمباني او للبشر. لحظه فرح بتقول لا طبعا انا طالبه بالجامعه وغير موافقه على تعليق الدراسه، لانه ببساطه مش حل، الحل في العقول نفسها. حتى لو الدراسه اتاجلت هنرجع تاني لنفس الحدث، من الافضل نغير انفسنا قبل اي شيء، ينغير انفسنا، ينغير في القوانين، ينفعل القبضه الامنيه، ينفعل قوانين الارهاب اللي فعلا بدات ان هي تفعل. داليا الشرطه موجوده بس كده، اللي اتادب اللي مش عايز يتعلم ما يدخلش الجامعه، ولازم الشرطه تبقى جوه الجامعه مش بره، وتنسف اي حد يعطل الدراسه. انا ضد تعليق الدراسه، واي طالب يقوم باي شغب يفصل من الجامعه. محمد ماهر معلش اسمحوا لي انا بقرا بسرعه عشان اخد اكبر عدد، انا مش عارف الداخليه مش عارفه تتعامل، الداخليه بذل اقصى ما يمكن انه يبذل حقيقه مش مجامله، وقاعدين بيروحوا رجالها، وقاعدين يعني كل يوم بي 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 بيروح منهم ناس من كتر ما هي بتحاول تتعامل. فين ايام؟ لا يعني احنا دلوقتي طبعا احنا بننهض وماسكين وبنحاول ان شاء الله. لازم نتوحد على فكره يا جماعه، لازم نتوحد مع الداخليه، ولازم نتوحد مع القوات المسلحه، وهم فعلا بداوا بقبضه من حديد، وبداوا فعلا يفعلوا قوانين الارهاب بلا هواده ابدا ولا تهاون مع اي حد. وفاء بتقول يجب تعليق الدراسه بالجامعات، يجب التحاور مع الشباب في الجامعات ومحاوله الوصول الى حلول وسطيه. انا مش هقدر اخد اكتر من كده، لكن يعني اللي اقدر اقوله انه الاراء كلها اللي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد تعليق الدراسة، ومع تفعيل قوانين الإرهاب، ومع إحكام القبضة الأمنية. وإحنا بنشكركم الحقيقة جدا على التفاعل معنا، بنشكر كل حضراتكم، وبنشكر السادة المعنيين اللي كانوا معنا على الهواء. ويعني بنطمن حضراتكم والله مش مجرد كلام، إنه إن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون غير وهتكون مختلفة، وده هتلمسوه مش هيكون مجرد كلام. بكره هنتكلم عن عمالة الأطفال، ما أسباب ظاهرة عمالة الأطفال، أسبابها إيه، وهل ترى أن مجلس الطفولة ووزارة التضامن وجمعيات حماية الأطفال بتقوم بدورها؟ هل هناك حاجة إلى تشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة؟ موضوع مهم، منتظرين آرائكم وتعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أرقامنا اللي بتظهر لحضراتكم للدخول معنا والمشاركة على الهواء. منتظرين السادة المعنيين. بكرة نراكم على خير، مع تحيات أسرة البرنامج.